طبعاً مشروع تيربو جريلر فكرة بحرينية مختصين في تصنيع مناقل الشواء اللي تعتبر تراديشنال، ولكن احنا أضفنا عليها بعض الإضافات اللي خلتها نوعاً ما مميزة. بدأنا فيها في 2017. الفكرة كانت من أساس في 2007 اللي بدأها أخوي أحمد. يوم كنا ذيك الفترة نسوي مشاوي عند البيت، كان في شهر رمضان، كنا صغار، فكنا نواجه مشكلة بأن نستخدم حق إشعال الفحم المروحة العادية، فكانت يعني ما تأدي الغرض. فأخوي أحمد يعني جت فكرة، قال ليش ما أركب بلور على المنقلة؟ فيعني دور، حصل بلور نوع زين وصمم شكل المنقلة العادية، ركب عليها بلور وقمنا نستخدمها. فالعملاء لما قاموا يجون عجبتهم الفكرة، فقاموا يطلبون منا شوي شوي، زاد الطلبات، فقام يشتغل عليها. احنا بدأنا تصنيع في 2017، الحمد لله الآن خلال 3 سنوات احنا غطينا تقريبا البحرين بالكامل. عندنا أكثر من 20 نقطة بيع في البحرين موزعين، ومنهم محلات كبيرة ومنهم سوبر ماركتات كبار. احنا نطمح ان احنا نطلع برا البحرين، نطمح ان ندش عمان، الكويت، الامارات. هذا الباب انفتح لنا عن طريق اكسبورت بحرين اللي عبارة نوروا لنا الطريق وفتحوا لنا المجال ان احنا ندش الى السوق الخارجية. تجينا وايد طلبات من احد من دول الخليج بان يطلبون منا التصدير، لكن هذه الامور احنا كمبتدئين او كمشروع صغير ما عندنا خلفية عنها. بحرين إكسبورت فتحوا لنا المجال، وضحوا لنا الأمور ودخلونا على أحد السبلايرز في عمان اللي أرسلنا إليهم عينة على أساس أنهم يجربونها ويتأكدون من الكواليتي مالها، وإن شاء الله راح نرسل إلى بعد الإمارات وراح نرسل إلى الكويت.